الطالب دائما لازم يكون عنده دور في المحيط اللي يكون فيه. صح. هو عموما شباب كامل لازم يكون عندهم دور فعال في المحيط اللي يكونوا فيه. اما بالنسبه للطالب فهو فعليه ان يتخذ من العالم موقفا. لازم تكون عنده دائما قضيه يدافع عليها، ولا يكون عنده يكون عنده معتقد يامن به، ولا تكون عنده فكره هكا يقعد مرسخة في باله يدافع عليها ويحوس عليها ويعيش باش يقدم فيها ولا يطور فيها مثلا. وكما سمعت سابقا يقول لك باللي الجامعه هي مسرح تضارب الافكار. يليق الجامعه تجمع بين الطلبه اللي يمدوا افكارهم واللي يبينوا روحتهم واللي لازم يكون عندهم مكانه هكا في الاخر، ويكون عندهم اثر وبصمه في المجتمع اللي يعيشوا فيه. يعني شغل من غير العدل انك تعيش حياتك كامل ولا يذكرك اي احد، يعني شغل تموت واحد ما يشفع عليك. صح. ما عليك ديجا بجوزتي في ان شاء الله. تفضل عبد الله.